السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات جريد 4، يا رب تكونوا جميعا بخير. معاكم مستر أسامة الهادي، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ بدري الشهر ده في شهر إبريل، على أساس إن إحنا نتعود على نظام الامتحان الاسترشادي اللي هو التشويزز وكده يعني. ويلا بينا نبدأ الدرس الأول أو الحصة الأولى بالاختبارات شهر إبريل. اول حاجه حبايبي بيقول لي طبعا عمليه الاديشن والسبتراكشن بالنسبه للهول والديسيمال نمبر وكده. اول حاجه يا حبايبي احنا بنتكلم عن حاجه الديسيمال نمبر، وازاي بنعمل ادينج، وازاي بنعمل سبتراكتنج، وازاي نعمل تشويزز للايه للنمبر او الاجابه الانسر الصحيح. طب يا حبايبي اول حاجه عندنا نمبر ايه، بيقول لك 5.4 و 3 0.04. اول حاجه بنسال نفسنا زي ما قلت لكم قبل كده، احنا هنا في كام ديجيت؟ في 1 ديجيت، طبعا 1 ديجيت افتر الديسيميل بوينت، وهنا 2 ديجيت افتر الديسيميل بوينت، لازم الاثنين نوحدهم يبقوا الاثنين زي بعض، يبقى هنا 2 ديجيت و2 ديجيت، معنى ذلك ان احنا لو حطينا 0 جنب ال 4 مش هيحصل اي حاجه، يبقى هنا هتبقى الاجابه بتاعتنا 5.4 0 بلس 3.04. بالشكل ده ونقدر نعمل اديشن بشكل هوريزنتالي زي كده، او نعمل ان هو شكل ايه فيرتيكالي تحت بعض. طب هنفترض ان هما تحت بعض بالشكل ده 5 0 4 0 بلس 3.04. تعال نشوف النتيجة بتاعتنا تكون ازاي. 0 بلس 4 ايكوال 4، 4 وعندنا 4 بلس 0 ايكوال 4، وننزل الديسيميل بوينت. اهم حاجه نحط الايه النمبر والديجيت تحت بعضهم بالشكل ده بالظبط. 5 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 8. ونشوف الاجابه بتاعتنا، طبعا هنحللها لكم على طول عشان ايه نفكر مع بعض وفي نفس الوقت ايه يكون الحل قدامنا. طبعا هحللهم على جروب الفيسبوك، وبرضو حابب ان انا ايه اشرحها لكم برضو كمان. 8.44، يبقى احنا اخترنا دي ليه؟ لأن إحنا عملنا 2 ديجيت هنا و 2 ديجيت هنا وعملنا آد فطلعت بالشكل ده. ويلا نشوف المثال اللي بعده. اللي بعده بيقول لك 4.7 وهنا 3.07، نفس الكلام، نضيف هنا كام؟ 0، هنا 2 ديجيت، لازم هنا كمان تبقى 2 ديجيت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني 4.70 بلس 3.07. هنا طبعا 0 بلس 7 ايكوال 7، 7 بلس 0 ايكوال 7، والبوينت تنزل 4 بلس 3 ايكوال 7، ودي تبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا اللي احنا اخترناها. السؤال اللي بعده يا حبايبي، ده خلاص وده خلاص. 4 هنا 0.04 يعني 2 ديجيت، وهنا 1 ديجيت، يبقى نعمل ايه؟ برافو عليكم، يبقى نقول 0.04 بلس هنا 0.4، لازم نزود 0 بالشكل ده، نعمل add 4 بلس 0 equal 4، وهنا 0 بلس 4 equal 4، طبعا هنا point وهنا 0 مع 0 هو 0، يبقى الريزلت بتاعتنا 0.44، وهي دي موجودة هنا اللي احنا اخترناها. وننقل للسؤال اللي بعده.
انا بوريكم بس طريقة الحل جت ازاي. طبعا دي سهلة جدا، هنا 3 6 1 ديفايد للايه لل 100. لل 100 يا حبايبي هنفترض ان هنا ان 3، اقول لكم طريقة الحل 3 6 1. هنفترض ان في هنا ديسيمال بوينت اهي، هي دي طبعا مش مؤثرة، هنفترض ان هنا ديسيمال بوينت، واحنا هنعمل ديفايد للايه لل 100، لازم move the decimal point from right to left. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني في الاتجاه ده كده، تتحرك في الاتجاه ده من ال right to left. طيب اول حاجة يا حبايبي هتتحرك كام digit او كام number؟ هتتحول to، ليه؟ لان في زيرو زيرو موجودين عندي اللي هم بتوع ال 100، يبقى في الحالة دي الدوت بتاعتي هتبقى في المكان ده، يبقى 3.61 كده، نبقى حلينا السؤال ده كمان، سؤال سهل جدا. اللي بعديه نفس الكلام، عندي هنا 8، هنا 9870 ديفايد لايه 00، نفس الكلام، هنفترض ان الديسيميل بوينت هنا ونتحرك كده مره بالشكل ده، يبقى هنا كده مرة، ونتحرك مرة تاني لغاية إيه؟ لغاية قبل الإيه؟ في الحالة دي هتبقى هنا البوينت بتاعتنا، يبقى 98.7، هي في الأصل هتبقى 98.70، يعني هي نفسها لما تيجي تبص هتقول مفيش حاجة زي كده يا مستر، مفيش 98.70، ما هي الـ 70 دي هي دي 70 from 100، هي نفسها 7 from 10، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. ونشوف نمبر اف، دي ماينس يا حبايبي، ماينس يبقى نشوف أول حاجة في كام ديجيت هنا؟ هنا في 3 ديجيت، وهنا في كام ديجيت؟ 1 ديجيت أونلي، يبقى لازم نضيف هنا 2 0 على أساس يبقى هنا 3 ديجيت وهنا 3 ديجيت، يبقى السؤال بتاعنا بالشكل ده 4.619 ماينس 3 بوينت، نزل 7 ويتبقى ايه الزيرو زيرو اللي احنا قلنا عليها، عشان يبقى 3 ديجيت و 3 ديجيت. ويلا بينا نحل 0 from 9 equal 9، يبقى 9 minus 0 equal 9، 1 minus 0 equal 1، 6 minus 7 ما ينفعش يا مستر، في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي هناخد بارو 1 from 4، ال 4 دي هتبقى 3، وال 1 اللي هناخده من هنا يبقى 10، يبقى 6 plus 10 دي هتبقى 16، 16 minus 7 بناين، وهننزل الدوت بتاعتنا دي 9، وننزل الديسيمال بوينت بتاعتنا، وطبعا دي 3 ماينس 3 ايكوال 0. تعالوا نشوف الحلول، لما هنبص هنلاقي هو ده الحل اللي احنا اخترناه الصحيح. اللي بعد كده يا حبايبي هنا برضو minus subtracting 137.234 minus 37.04، يبقى لازم دخلت دي 3 digit ودي 3 digit، هنا 3 digit لازم دي كمان تبقى 3 digit، 3 digit ازاي؟ ان احنا بنضيف 0. ونحل بقى عادي 137.234 minus 37، يبقى تحت بعض كده النمبرز، اليونت مع اليونت والتين مع التين، هنا 04، وناقص لنا ايه يا حبايبي؟ ناقص لنا 0 يا مستر، ننزله ويلا نحل 4 minus 0 equal 4،
3 ماينس 4 ما ينفعش، يبقى ناخد 1 من الايه، من ال 2 دي، دي هتبقى 1 ودي هتبقى كام؟ هتبقى 13. 4 from 13، 13 minus 4 equal 9، negative 9. وهنا طبعا هتبقى 1 بالشكل ده كده، وننزل الديسيميل بوينت بتاعتي. 7 from 7 equal 0، و 3 minus 3 equal 0. وين طبعا ده هوا طبعا مفيش، يبقى ينزل 1. وهي دي الإجابة اللي احنا اخترناها. وندخل على السؤال اللي بعده. دي يا حبايبي بيقول لي هنا 3 ده هو النمبر، وهنا طبعا طبعا ده ديسيميل بوينت، وهنا طبعا 3 from 10، وهنا 0.3003. أول حاجة لازم نقول كله 3 ديجيت، هنا 3 ديجيت، هنا 1 ديجيت، هنا مفيش أي حاجة. طبعا ال 3 دي ممكن نعملها كده، نعمل كده 3، احنا عايزين 3 ديجيت، يبقى هنفترض هنا بوينت وهنا 0 0 0. وبنتكلم في عملية اد، هنا 0.3، هنا كده 0.3، يبقى هنا 0 تحت 3.3، يبقى 3 هنا، ويتفضل هنا كام؟ 2 0، نحط هنا 2 0، ادي 1 0، ده كده 2 0. بعد كده عندنا نمبر تاني 0.003، يبقى 0.003. ويلا بقى نعمل السميشن بتاعنا. نعمل ايه دلوقتي؟ السميشن 0 بلس 0 بلس 3 ايكوال 3، نكتب 3. 0 بلس 0 بلس 0 ايكوال 0، نكتب 0. 0 بلس 3 ايكوال 3 بلس 0 ايكوال 3، نكتب 3. والديسيميل بوينت تنزل زي ما هي. وهنا طبعا في الحالة دي 3 بلس 0 بلس 0 ايكوال 3. ونشوف الإجابات بتاعتنا، ندور هنلاقي الإجابة بتاعتنا اللي احنا مختارينها صح. طبعا هو مش هيجيبها لك كده محلولة، هو هيجيبها لك بس أنا ببسط المواضيع عشان إيه دماغك تشتغل معايا ونحل مع بعض. بعد كده يا حبايبي الرقم اللي بعده بيقول لي 2.714 بلس كام سبيس عندي ايكوال 5. يعني حاجة لو عملنا إيه ليه ال 2.714 هتدينا 5، معناها ايه؟ ان النمبر ده لو راح هناك بالماينس هتدينا الحاجة اللي ناقصة. ما هو ده اللي مفقود، يبقى هو ده اللي مجموع بتاع الاتنين مع بعض. طب حاجة منهم موجودة، يبقى نعمل ايه؟ نعمل سبتراكتنج للايه؟ للنمبر اللي موجود هيدينا النمبر اللي ايه؟ مش موجود. طيب السبتراكتنج قبل حاجة بنقول الفايف، الفايف بس ما فيش ايه هنا، اني ديجيت هنا ده هو النمبر. هنا 2.714 يبقى لازم من هنا يبقى في عندي 3 0، زي ما احنا اتعودنا عشان تعمل اد او سبتراكتنج لازم يكون الديجيت قد بعض. هنقول ماينس، ماينس ايه؟ 2.714. ويلا يا حبايبي نحل. اول حاجة عندنا الفور، زيرو ماينس فور، طبعا زيرو ماينس فور ما ينفعش، فناخد طبعا وان من هنا مفيش، ناخد وان من هنا مفيش، ناخد وان من هنا، الحمد لله لقينا. فدي طبعا الفايف هتبقى فور، وفي الحالة دي هتبقى دي ناين، ودي هتبقى ناين، لان دي هتدي دي ودي هتدي دي، وفي الاخر دي هتدي مين؟ دي كانت 10 هتدي ايه؟ هنا 1، هتبقى دي 10. 10 from 4 equal 6، نكتب 6. وهنا دي بقت 9، 9 minus 1 equal 8، نكتب 8.
هنا 9 ماينس 7 ايكوال 2، نكتب 2 والديسيميل بوينت تنزل زي ما هي. وهنا طبعا دي بقت 4 ماينس 2 ايكوال 2، نفس الطريقة ونفس الحل اللي احنا حليناه. ندخل على المثال اللي بعده. هنا بيقول لي سبيس ديفايد لل 100 ايكوال 0.6. ايه النمبر ان احنا عملنا له ديفايد لل 100؟ هيدينا 0.6. الموضوع سهل جدا، انك انت لو عملت كروس حتى كده بالشكل ده كده هتوصل للنتيجه. يعني النمبر ده ديفايد لل 100 اداني ده، معناه ان النمبر ده كام؟ النمبر ده يعتبر ال 100 تايمز 0.6 تايمز 0.6. نحسبها كده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الديسيميل بوينت دي هتتحرك مره من الليفت تو رايت ومرة تانية، فلازم نحط هنا زيرو، فبقت الإجابة بتاعتنا كام يا حبايبي؟ الإجابة بتاعتنا بقت 16، وهي دي الإجابة الصحيحة. حاجة تانية، إن إحنا عارفين إن ال 100 إن ال 100 دي يا حبايبي هي طبعا دي 6، لو عندنا ال 100 كده بالشكل كده وإدتنا النتيجة 6. طب ادي السكس موجودة اكنها فوق عادي، تمام. بس هنا في حاجة بقى، هنا ان السكس دي هنا في نمبر وان، في تعتبر ايه وان نمبر، بس تحت في تو زيرو، مظبوط. يبقى لازم نضيف هنا زيرو عشان توصلنا لايه؟ للزيرو بوينت سكس. او لو انت عندك السكستي بالشكل ده، مسكنا واحدة من واحدة من دي نحللها. طبعا دي مش ممكن تعمل ديفايد لل 100 عشان تديك الرقم ده، ان ده اصلا جزء من ال 100 وده جزء من الايه؟ من الايه؟ من ال 10. اما دي لا، الوضع يختلف. فالسكستي عبارة عن ايه؟ عبارة عن، فالسكستي دي لو جينا نجربها بقى هي كمان ان احنا نعمل ديفايد لل 100، معناه ايه؟ ان الزيرو ده هيروح مع الزيرو دي، ودي 6 اوفر 10 صح؟ يبقى كانها 6 بارتس فروم 10 بارتس، يبقى 0.6. وهو قال لي ايه؟ ان هي دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها، فيبقى الصح ان احنا نختار 60. ده بقى يا حبايبي بيقول لي 140 ديفايد للايه؟ لل 1000. لما يكون عندك 140 كده بالشكل ده وديفايد للايه؟ لل 1000، انت بتعمل ايه؟ انت بتيجي هنا كده من الرايت تو ليفت، طالما ديفايد تبدا من الرايت للايه؟ للليفت، وتتحرك الديسيميل بوينت، هنفترض انها هنا كده، تتحرك مره اتنين تلات مرات 2 3، يبقى موف الديسيميل بوينت فروم رايت تو ليفت. المهم هتقف هنا اهو، وهي كده تبقى هنا الديسيميل بوينت بتاعتي. ليه؟ عشان في 3 0 هنا يا حبيبي. طب لو في 2 0 يبقى هتقف هنا ما بين ال 1 وال 4. طب لو في 1 0 اونلي هتقف هنا ما بين ال 0 وال 4. فاحنا بنعمل الموف وبنتحرك على اساس ايه؟ عدد الزيرو اللي موجود عندنا. عندنا المثال اللي بعد كده بيقول لك 5 4 0 بيستر. بيستر يعني قرش مصري، وباوند اللي هو الجنيه المصري. احنا عارفين الباوند يا حبايبي، هنقول كده ان الباوند عندي ايكوال 100 بيستر. 100 ايه؟ بيستر. طيب لما الباوند الواحد بيساوي 100 بيستر، هنا كام؟ 540. معنى ذلك ان احنا نعمل ديفايد لل 100، لان كل باوند فيه ايه؟ 100 بيستر.
معنى كده ان احنا نعمل 5 4 0 divide ل 100، وكده احنا بنحول ايه ليونت، كده يونت، فهنوصل ان دي 5 4 0. نكتبها بقى كده 5 4 0 ونحرك الديسيميل بوينت من الرايت تو ليفت. هنفترض انها هنا وهنحركها مرتين، ادي مرة اول زيرو، تاني مرة اللي هي الزيرو التاني، ونحط الديسيميل بوينت بتاعتنا هنا. بقت النتيجة بتاعتنا 5.4. ناخد حالة مشابهة، بس هناك كنا بنتكلم يا حبايبي على أساس إيه؟ على أساس الباوند والبياستر. هنا بقى جرام وكيلو جرام. أول حاجة لما نلاقي يونت جرام وكيلو جرام نسأل نفسنا سؤال، هو الكيلو جرام إيكوال كام جرام يا حبايبي؟ إيكوال 1000، 1000. يبقى ال 1 كيلو إيكوال 1000 جرام. طيب في الحالة دي هنتحرك، احنا في حالة من الصغير للكبير، من ال smallest لل bigger، نعمل ايه؟ بنعمل divide، بس احنا عارفين ان الكيلو جرام ايكوال 1000 جرام او 1000 جرام، معنى ذلك ان احنا نعمل divide لل 1000. يبقى هنتحرك هنا كام؟ ادي كده مرة، التانية، التالتة، ونحط البوينت بتاعتنا هنا. بقت الإجابة بتاعتنا كام؟ 2.356. التانية دي بقى فيها فكرة شوية، هنا 1 over 8. أنا اخترت لكم الحل، كان ممكن ما أحط لكوش الحل. ليه؟ هي الفكرة واحدة، أنت لو مش هتختار في الامتحان كده وخلاص. يعني أنت لو اخترت دي أو دي أو دي بصرف النظر العلامة محطوطة فين؟ إذا ما كنتش فاهم اللي أنا بعمله ده مش هتعرف تحل. هتختار حاجة عشوائية كده، يا إما تطلع صح يا إما تطلع غلط. هنا 1 over 8 وهنا 4.125، هنا طبعا كسر fraction، وهنا طبعا يعتبر decimal number. طيب في الحالة دي لازم نحول واحد منهم، وهنحول الإيه هنا؟ ال 1 over 8. نعمل إيه يا مستر؟ طيب نتخلص إزاي من 1 over 8؟ نسأل نفسنا في الدينومينيتور، الدينومينيتور ده نقدر نحوله ل 10؟ ما ينفعش. طب نقدر نحوله ل 100؟ ما ينفعش. بس نقدر نحوله ل 1000 من حاجه اسمها الماجيك تيبل، ان احنا قلنا ال 8 تايمز ال 125 ايكوال 1000. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا نقدر نقول 1 اوفر 8 وفوق هنعمل تايمز 125، تحت في الدينومينيتور هنعمل نفس الكلام تايمز 125. يبقى فوق كام؟ هيبقى فوق 125 وفي الدينومينيتور هيبقى 1000. طب الكلام ده يا حبايبي بيساوي ايه؟ ايكوال كام؟ فوق 125 وتحت 1000. هنعمل اكن ديفايد عادي، هنحرك ايوه الديسيميل بوينت فروم رايت تو ليفت، من هنا كده 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 على قد الزيرو اللي موجود عندنا، هيبقى 0.125. طيب احنا كده عرفنا دي ايه، تعالوا بقى نشوف نكمل مع بعض. هنا هتقدر تعمل اد عادي جدا بقى، اول جزء اللي هو 0 125 نعملها لكم فوق كده، بلس بلس الايه 4.125. ويلا نكمل بقى عادي، بقت سهلة. هنا 5 بلس 5 ايكوال 0، 0 اند 1 كاري اب لل 2 تبقى 3 بلس 2 ايكوال 5، وهنا 1 بلس 1 ايكوال 2،
وطبعا هنا 0 بلس 4 ايكوال 4، بقيت 4 اند 250، يعني 4.250 بالشكل ده. في واحد يقول لي يا مستر احنا ما عندناش الحاجه دي، ما يا حبيبي الفور هي الفور، وعندك 250 from 1000 هي نفسها 25 from 100، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. اللي بعديها سهلة جدا يا حبايبي ومش عايزكم تتخضوا. هنا 256.104 بيقول لك equal 256 plus 0.1 plus كام؟ أول حاجة لما تلاقي حاجة زي كده عندك تمسك أول واحدة دي من هنا، هنا دي 256 يبقى خدنا دي خلاص 256. بعد كده 0.1 اللي بعد الديسيميل بوينت ب1 اللي هي على طول بعدها، ادي ال1 وادي ال1، يتفضل الفور. الفور هنكتب فور بالشكل ده كده، هنكتب فور، وبعد ما نكتب فور هنشوف قبلها في كام ديجيت قبل الديسيميل بوينت. في 2 يا مستر اللي هي 0 وال1، موضوع سهل جدا بقى، هتروح حاطط 0 0 ليه؟ لان دي 4 from 1000، دي اسمها 1000s، اسمها ايه 1000s، وتروح هنا حاطط البوينت وهنا الزيرو عادي، وكده يكون حلينا السؤال بتاعنا. هنا بقى نمبر بي بيقول لك 3.8 وهنا 4 and half وهنا ال 8.3، هي عبارة عن less than ولا equal ولا more than؟ نشوف دي أول حاجة اللي بنشوفها. عندك 3.8 أدي 3.8 ماشي، ودي 4 and half مش هي نفسها يا حبايبي 4.5، أيوه يا مستر. نعمل اد بقى كده ونشوف 8 بلس 5 ايكوال 13، 3 ويبقى او كاري اب 1 اوفر 3، 1 بلس 3 ايكوال 4 بلس 4 ايكوال 8. طيب دي هنا 8.3 ودي 8.3، فعشان كده احنا اخترنا الايكوال. الاخيره دي حبايبي بيقول لي 13، دي ما فيهاش مشكله، هي دي اللي محتاجة شوية تفكير. هنا 2 over 5 نقدر نحول ال 5 دي ل 10، إن إحنا نعمل تايمز لل 2 في الدينومينيتور تحت، نيمينيتور نفس الكلام نعمل تايمز لل 2، بقت فوق طبعا 4 وفي الدينومينيتور هتبقى 10، و 3 زي ما هي طبعا 3 and 4 over 10 هي نفسها equal 3.4 لأن دي 4 from 10. طيب دي أول حاجة. نرجع بقى لل 13، هنا بقى في هنا إيه ديجيت 1 ديجيت، وهنا مفيش ديجيت، في نمبر اللي هو 1 3، وإحنا عندنا عملية سبتراكت، وهنا هنفترض هنا البوينت بتاعتنا، يبقى لازم نزود هنا كام يا حبايبي؟ نزود 0 يا مستر، نكمل الحل بتاعنا. 0 ماينس 4 ما ينفعش طبعا، فناخد 1 من الايه من ال 3، فال 3 دي يا حبايبي هتبقى كام؟ هتبقى 2 يا مستر، دي كده هتبقى 2، ودي هتبقى كام؟ هتبقى 10. 10 ماينس 4 ايكوال 6، والبوينت تنزل هنا دي 2، 2 ماينس 3 ما ينفعش، فناخد من هنا ال 1 ده اللي قدامنا مفيش غيره، فال 1 هيبقى 0 ودي طبعا هتبقى 12 ماينس 3 ايكوال 9، ودي الإجابة بتاعتنا يا حبايبي، يبقى 9.6، عشان كده احنا اخترنا الإجابة دي. طبعا هتلاقي في أسفل الفيديو طبعا احنا الحاجات شرحناها قبل كده في الليسونز بتاعتنا، وخدنا اكتر من بارت، خدنا 3 بارت تقريبا في الموضوع ده، بس انا قلت ابدا معاكم بدري شويه في الحل عشان ما نتزنقش في اخر ايام. طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وهتلاقي لينك
مثبت في أسفل الفيديو يوصلك لكل الحياة. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، معكم مستر أسامة نادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.